حدوتة مصرية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وحدوتة مصرية. مجموعة من الاختيارات مشاهدينا الكرام، فيها التحدي وفيها الإبداع أيضا، من الشمال والجنوب في مصر وخارج مصر، وقراءة خاصة جدا لحدوتة مصرية ومجموعة من الاختيارات. وقبل أن نعرضها لحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسمحوا لي أن أرحب بزميلي العزيز طارق عبد الفتاح. طارق، مساء الخير وأهلا بك. مساء الخير محمد، ومساء الخير للسادة المشاهدين. والحقيقة النهاردة هنبدأ بعرض فقراتنا، وأول هذه الفقرات هنلتقي فيها مع فنان متحدي فعلا لكل الصعوبات والإعاقة، الفنان محمد جمعة عباس، وهو المشرف عليه الفنان هشام طه. تجربة كيف ترسم وأيضا تمارس النحت ورغم الإعاقة. دي نعم، وإعاقة بصرية، مش أي إعاقة بصرية، يعني تخيل يكاد لا يرى، يعني ربما في نسبة رؤية 10% في العين اليسرى فقط. صحيح، دي أصعب هنا في التحدي. وهنشوف إزاي ده ممكن يبقى باب يتفتح لكل الشباب أو كل ذوي القدرات الخاصة ان هم يتجاوزوا اي مشكلة بتواجههم ويقدموا عمل فني كمان. نعم، هو في الحقيقة شاب عمره 16 سنة، متفوق علميا، حصل على الثانوية العامة قسم الادبي، في يعني حقق المركز الثالث على مستوى محافظة الدقهلية. في الحقيقة متبني الفكرة يعني او التجربة هو يعني احد رواد فن ديجيتال ارت في مصر. شارك في صالون ساو باولو الدولي في البرازيل 2014، شارك ايضا في صالون باريس الدولي بفرنسا 2013. ومجموعه من الاختيارات في الحقيقه، يعني الملف مع زميلي العزيز طارق عبد الفتاح، وفي الحقيقه يعني كما اطلق عليه قاهر الظلام بالنحت والرسم في هذا اللقاء او اول لقاءاتنا في حدوته مصريه. صحيح. هنذهب مع حضراتكم مشاهدينا الكرام يعني في الحقيقه الى يعني مش هنبعد كثيرا عن الفن التشكيلي في الفقره. هنروح اسوان بقى. هنروح الى فنانه اسوانيه. نعم. فنانة ميرفا تشازلي، كلمنا عنها محمد. نعم، دكتورة ميرفا تشازلي في الحقيقة يعني لها مجموعة من الإبداعات في هذه المرة مشاهدينا، معرضها الجديد تحت عنوان أحوال إنسانية عن التراث الشعبي والنوبي، بيضم أكثر من 50 عمل. في الحقيقة مجموعة من العناوين لهذه الأعمال. بيأتي معرض الفنانة التشكيلية دكتورة ميرفا تشازلي بعنوان أحوال إنسانية، انطلاقا من رؤيتها الفنية الخاصة في الحقيقة وإبداعاتها لمشروعها التشكيلي الشعبي والنوبي بشكل خاص. هي تؤمن بأن التراث المصري مهم كمنبع الاستلهام الثري لرؤى بصرية تشكيلية ذات قيمة. في الحقيقة حتى عناوين المعارض بتاعتها مشاهدينا، يعني نبض امرأة ده كان 2010، من وحي المشاعر 2012، أيضا أحلام عروسة حلاوة 2016، ثم معرض روح جنوبية ومعاني 2017. في الحقيقة بتؤكد فكرة يعني دور المرأة ليس فقط في الجنوب ولكن في مصر بشكل عام. فقرتنا الثالثة هتكون مع الكاتبة الأديبة والإعلامية والمحامية أميرة بهي الدين، وفي بنناقش معها خماسية تحت عنوان برديات مدن الياسمين. الخماسية شكل أدبي يعني نادر ومش متكرر كثيرا، هي بتكمل بعد الثلاثية، بتبقى يعني خمس أجزاء في نفس السياق والموضوع، ولكن الفترة الزمنية كمان طويلة من سنة 1947 إلى عام 2017، بتستعرض فيها التغيرات السياسية والاجتماعية اللي حدثت في مصر وانعكاسها على فئات معينة في الشعب المصري. هنناقش معها هذه الخماسية اللي صادرة عن دار الهلال. نعم، اختيارنا الرابع والأخير مشاهدينا الكرام بيأتي يعني بمناسبة إصدار طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور 60 عام على تأسيس وزارة الثقافة المصرية ودورها في الحفاظ على التراث الفني للدولة. يعني وده جاء بالاتفاق مع دكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على إصدار طابع تذكاري، طابع بريد تذكاري تحديدا بمناسبة مرور 60 عام. الهيئة نفذته، الهيئة القومية للبريد في الحقيقة برئاسة عصام محمد الصغير.
يعني في الحقيقة في فكرة الاستعراض لتاريخ وزارة الثقافة وأهم من أو الأسماء التي تولت هذا المنصب، ويعني يمكن بدأت الوزارة عام 1958 في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر تحت مسمى وزارة الإرشاد القومي، تولى قيادتها وقتها دكتور ثروت عكاشة، بعدها جاءت قامات بارزة من المبدعين حتى تولت حقيبتها دكتورة إيناس عبد الدايم، وهي تعتبر أول امرأة تشغل هذا المنصب الحقيقة. نعم. جميل، طابع بريد عن 60 سنة، والدار الأوبرا كانت احتفلت بهذه المناسبة من أيام. نعم. بحفل فني في دار الأوبرا، وبدأ مبكر جدا في 5 عصرا. نعم، مشاهدينا بعد هذا الفاصل يبدأ مع حضراتكم طارق عبد الفتاح وقراءة خاصة جدا لهذا الرجل قاهر الظلام بالنحت والرسم محمد جمعة، ويعني معه أيضا متبني التجربة هشام طه في حدوتة مصرية بعد الفاصل.